نفسه الوقت. ايش رايك نروح للاستاذ احمد السكران بعد يعطينا علوم غانمه بعد؟ الاستاذ احمد السكران مقدم برنامج الجزيره، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله. الله يحييك يا ابو ديم، نورت. الله يحييك بنورك، الله يطول عمرك، وانا لي الشرف اني انضم لهالكوكبه العظيمه في قناه المجد. الله يعلي شانك. واتشرف اني اكون مقدم متواضع اتعلم منكم بالبرامج الممتازة من عندكم. أنت مدرسة ما شاء الله تبارك الله، وسعداء أن يكون أمثالك عبر شاشة المجد لتصل بأثير هذا البرنامج إلى أنحاء العالم وكذلك ربوع مملكتنا الحبيبة. كيف البرنامج معك؟ والله ما شاء الله تبارك الله، البرنامج أول شيء أشكر قناة المجد ككل، وخاصة فريق الإعداد الله يعطيهم العافية اللي ما قصروا معي وبحثوا معي وقمنا نتنقى اللي يناسب اسم البرنامج الجزالة، ونتنقى الضيوف الجزلين. ولا عليكم زود يا حبيب عيني. طيب وشلون شفت تفاعل المشاهدين معك خصوصا مع انطلاقة الحلقات الأولى؟ والله ما شاء الله تبارك الله، يعني أنا أعتبر وجه جديد على المجد كمقدم، هذا واحد. اثنين، البرنامج نفسه يعتبر يعني جديد، وفكرتنا وفكرة الإعداد وتعاوننا حاجة جديدة، يعني ما شاء الله تبارك الله ما توقعت تفاعل الجمهور بهالدرجة. اللي يعني أنا جديد المفروض أني على شوي شوي، لكنهم ما قصروا تفاعلهم وتعليقاتهم ومتابعاتهم، الله يعطيهم العافية. تستاهل كل خير، والشيء الجميل والجيد دائما يفرض نفسه. أستاذنا وشاعرنا أستاذ أحمد، يعني كيف آليتك في اختيار الضيوف حتى تناسب طبيعة البرنامج؟ والله آلية اختيار الضيوف إن نكون يعني نعرفها، أما إحنا نعرفها أو معروف بالإعلام، إنسان يسولف السواليف الجزلة والزينة، حلو، وينتقي السوالف اللي ما تغضب وجه الله سبحانه وتعالى، أحسن، ويتنقاها نقوة، ولا جاب القصيد اللي له ولا للغيره لا يكسر فيه ولا يخلف فيه، يجيب الشيء اللي عدل، يا له يا الغيره، ويتنقى لنا على ما قال علوم الجزاله اللي تسر المشاهد. الله ممتاز. طيب شاعر احمد، لو تبغى توصل رساله في نهايه الحلقه هذه ووعد توعد فيه الجمهور في قادم الايام وفي قادم الحلقات باذن الله. اول شيء احب اشكركم على هالاستضافه الطيبه منكم. يا حبيبي يا حبيبي. واحب اشكر الجمهور، جمهور قناه المجد العظيمه، على متابعتكم ودعمكم دائم لنا بتعليقاتهم، وإن شاء الله أوعدكم بالحلقات القادمة يشوفون من الأجمل للأجمل، وضيوف بإذن الله يحوزون على رضاهم وإعجابهم، وفيه مفاجآت إن شاء الله جاية في الحلقات الجاية بإذن الله. يا بعد حي الأستاذ أحمد السكران، شكرا جزيلا لك، سعدنا بك في هذه المداخلة، والجمهور يسعد بك في هذا البرنامج وهذه الإطلالة. كيف مع